السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا باحسن احوال. كيف ما كتعرفوا بما اننا حنا في موسم جني الزيتون، غادي نحضر معكم ان شاء الله زيتون مرقب بعدة طرق. يعني غتشوفوا معايا الزيتون الاسود وغتشوفوا معايا المسلله او المفرشخ. المهم تابعوا معايا طريقة التحضير. اول حاجه نهضروا عليها هي الانواع ديال الزيتون المتوفره عندنا في السوق. كاين الزيتون الاسود اللي معروف راكم كتعرفوه، والزيتون الاخضر اللي هو المفرشخ او لا اللي كنسميوه المسلله، والزيتون الاحمر اللي كنسميوه المشقوق. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنعزلوا كل حاجه بوحدها، الزيتون الاخضر بوحدو اللي من بعد غادي نفرشخوه، والزيتون الاحمر بوحدو اللي من بعد غادي نشقوه، والزيتون الاسود اللي هو معروف اللي غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نحضروا به. ما غادي نشقوه ما غادي نفرشخوه ما والو، غادي يبقى هكاك زين. صافي غادي نبقاو بهذه الطريقه حدي حتى نزلو كل حاجه بوحدها، ومن بعد غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كل حاجه غادي نحضروها بوحدها. وما نساوش اهم حاجه نحيدوا الزيتون اللي مسوس ولا اللي خاسر، لان الا خليتوه ودرتوه مع الزيتون اللي نقي غادي يخرج لكم على الزيتون كامل. يعني ضروري ما تعزلوا تحيدوا داكشي اللي خاسر واللي مسوس كله يتحيد. كيف ما كتلاحظوا هنا صافي كل حاجه عزلناها بوحدها. الاحمر بوحدو اللي كنسميوه المشقوق، وكيف ما كيكونوا الناس ديال زمان كانوا كيشقوه بالغازواغ، وحنا غادي نشقوه ان شاء الله غير بالموس. المهم غتشوفوا معايا الطريقه ديالته كيف دايره. والزيتون الاسود راه كيبقى هكاك ما غادي نشقوه ما والو، غادي نحتفظوا به هكاك. والزيتون الاخضر غادي نفرشخوه اولا نشقوه. المهم هاد الطرق هادو غتشوفوهم معايا. كيف ما كتشوفوا هنا خدينا الزيتون الاخضر درناه في بلاستيك غذائي باش ما يطيلش عنينا ويسهل عنينا نفرشخوه اولا ندقوه. وكذلك كتكون طريقه عمليه بسرعه كنكملوا هاد العمليه هذه. المهم كيف ما وريتكم كتقدروا تخدموا بالمدلك او لا حجره او لا اي حاجه ثقيله اللي بسرعه كتهرس او لا كتفرشخ هاد الزيتون. المهم غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكملوا الزيتون الاخضر او لا الزيتون المسلله او لا نفرشخ، ومن بعد غادي تشوفوا معايا الزيتون الاحمر والزيتون الاسود. هانتوما ها هو الزيتون وهذا اللي تفرشخ. المهم البيدوزه اللي تكون يكون فيها ربع هكا ديال الماء اللي غادي نديروا فيها الزيتون، وغير اللي فرشخنا نخشوها في البيدوزه. وكيف ما كتعرفوا الزيتون راه ضروري خاصو العوين، حنا هنا متعاونين شحال من واحد، كل واحد وشنو كيدير، واحد كيفرشخ واحد كيشقق في الزيتون الاحمر. المهم حنا متعاونين هنا. كذلك كما كتشوفوا خدامين درنا بالحجره حتى هي طريقه مزيانه كتسرع. صافي كيف ما قلت لكم الزيتون اللي هرستوها اولا فرشختوها اولا شققتوها خاصكم ديروها في بيدوزه يكون فيها الماء، ما يكون فيها كيف ما قلت لكم لا ملح لا والو، يكون فيها غير الماء، ومن بعد نسدوها. المهم غنبقاو بهذه الطريقه هذه، وغادي دابا تشوفوا معايا كيفاش نشقوا الزيتون. المهم حنا خدنا هنا خدامين وكنشربوا في اتاي، وهكا مره نخدموا مره نهضروا مره وهكا مجمعين. المهم هنايا غادي ندوزو تشوفوا كيفاش كنشقوا الزيتون. انا حنا هنا خدامي راه عمرنا شحال من بيدوزه. كما قلت لكم هنا كنديروا الشقات ثلاثه شقات هكا، كتفلحوه مزيان حتى كيوصل العظم ماشي غير من الفوق. هانتوما بها الطريقه هذه. وهنا الزيتون ما فرشخناش كامل او لا ما شققناش كامل، خدينا غير الكميه اللي غادي ناكلو، والكميه الاخرى خلينا هكاك صاينه ما فرشخناها ما شققناها، وغنحتفظوا به هكاك في الماء حتى غادي نحتاجوه، ومن بعد غادي نشقوه او لا نفرشخوه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الزيتون الاحمر مشقق. صافي كيف ما قلت لكم من البيدوزات نعمرهم مزيان بالماء ونسدو عليهم.
ودابا غتشوفوا معايا الطريقه ديال تحضير الزيتون الاسود، واخا راه مشى ليا المقطع اللي كنحضر فيه، لكن انا غنشرح لكم. هي طريقه سهله وبسيطه ومفهومه. كاين واحد الطريقه قديمه كانوا كيديروها الناس ديال زمان، كياخدوا خنشه وكيديروا فيها الزيتون وكيتقلوها وكيحطوا عليها شي حاجه ثقيله لمده الاسبوع حتى كتطلق الماء ديالها، وداك الماء اللي هو سميتو مرجان كيخلي واحد ديك المده حتى كتطلق الماء ديالها اللي هو المرجان، ومن بعد عاد كيغسلوه وكيمشمشوه في الشمس. صافي، انا هنا غنعطيكم واحد الطريقه اللي هي ناجحه 100% وفي نفس الوقت سهله. المهم هنا خديت كيف ما قلت لكم غناخدو الزيتون الاسود غنديرو فيها الطبقه، نديرو طبقه زيتون اسود، طبقه ملح، طبقه زيتون اسود، طبقه ملح، حتى غادي نكملو الزيتون اللي عندي. بالنسبه هاد الملح هذه اللي كتشوفوا فيها ما تخافوش منها، لان من بعد غادي تغسل وغادي تنشف. غادي حنا اللي كانت الشمس غادي تنشفوا في الشمس، ما كانش غادي نديروه في الفران. المهم الطريقه غادي تشوفوها معايا في الفيديو المقبل ان شاء الله، غادي نكمل معكم الطريقه. هنا كما كتشوفوا انا كنخلط فيه نيراني رقات ومده يومين، وكل نهار كنحركو فيه لمده 15 يوم كنحركو به الطريقه هذه باش يتخلط لينا مزيان، ومن بعد كنخبيه في البلاكار او لا في شي مهم في شي مكان. كيف ما قلت لكم مره مره تحركو ما تغفلوش ليه، ما تنساوش مره مره حركو به الطريقه كما كتشوفوا. وصافي، وهنايا عندنا هاد الزيتون اللي فلحنا كيف ما كتشوفوا، راني عمرت الماء حتى لاخر ديال بيدوزه. وهنا هذا هو الزيتون اللي غادي نخبيوه اللي غادي ما محتاجينوش حنا دابا. كيف ما قلت لكم كنعمروا الماء حتى البيدوزه حتى الاخر ديال البيدوزه. وكيف ما قلت لكم مثلا السيده هنايا ما محتاجاش عندها كميه كثيره بحالنا وما محتاجاش، كتعمروا هكا بالماء وكتحتفظ به، كتخليه حتى كتحتاجه، واخا تخليه لمده عام ماشي مشكل ما غاديش يخسر، كتخليه حتى كتحتاجه، ومن بعد عاد كتجبدو. اهم حاجه ما تبدلش ليه الماء ديالو، تخبيه في الماء ديالو الاول اللي درنا النهار الاول، تخليه ما تبدلش ليه الماء ديالو. وكيف ما قلت لكم راه تخليه لمده عام، يدور عليه العام كيبقى مزيان. صافي، والزيتون اللي كنحتاجو اللي غادي نحتاجوه من بعد ناكلو من بعد غادي نبدلو ليه الماء ديالو كل يومين. كتشدي البيدوزه كتخويها من الماء وبلا ما تقربي الزيتون يدك، بلا ما يقربوا للزيتون، ومن بعد كتاخدي كديري الماء جديد وكتبقاي هكا كل يومين مده اسبوع وانتي كتبدلي في الماء. كل يومين مده اسبوع وانتي كتبدلي الماء، كديري الماء جديد، وكيف ما قلت لكم ديروا الماء حتى الاخر ديال البيدوزه، ما تنساوش هذه القضيه هذه. وصافي، مني كدوز اسبوع كيدوز اسبوع كتشوفي الزيتون واش حلا ولا لا. الا لقيتيه حلا كديري ليه من بعد الحامض والملح وورقه سيدنا موسى او لا ورقه مرند. مهم الطريقه هذه غتشوفوا معايا في تتمه الفيديو هذه ان شاء الله، وغتشوفوا معايا حتى الطريقه ديال الزيتون ان شاء الله، غتشوفوا كيفاش غادي نشفوه في الفران. صافي، هنايا كيف ما كتشوفي انايا هنا كاتبين عليه هذا اللي مشقق بوحدو اللي مفلح بوحدو، هانتوما كتشوفوا راني معمره حتى الاخير، وكذلك هذا اللي غادي نخبيو. صافي، هذا ما غاديش نبدلو ليه الماء، نخليه حتى نحتاجو. المهم الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالتو، الى لقاء الفيديو جديد، وان شاء الله غادي ندير لكم التتمه ديال هذا الفيديو هذا. نخليكم على خير وبخير، والى لقاء الفيديو القادم ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوليش باللايك والتعليقات، ولاول مره غيشوف القناه ديالي يعمل اشتراك.